الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تحدثنا بعض الكلام حول البسملة في الليلة السابقة، نستعينه بالله تبارك وتعالى في كل أعمالنا. الباء، باء الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان اسمان لله تبارك وتعالى من أهم الأسماء لله عز وجل، لذا اختارهم الله تبارك وتعالى للتأكيد عليهما في بداية كل عمل. الرحمن الرحيم كلاهما صيغة مبالغة، ولكن هنالك فوارق بينهما، الفوارق مذكورة في الكتب المفصلة. احنا نذكر فارقا واحدا حسب المستظهر من بعض الروايات الشريفة. الرحمن صفة الرحمة الإلهية الدنيوية، واسعة الرحمة الدنيوية تشمل المؤمن والكافر، هو هذا الاسم حسب المنقول عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أنها هذه الصفة، هذا الاسم اسم خاص لله تبارك وتعالى، ولكن مؤداه عام، يعني لا يجوز حسب هذه الرواية أن نطلق الرحمن على شخص، فهو اسم خاص بالله تبارك وتعالى، ولكن مفاده عام يشمل المؤمن والكافر، رحمته وسعت كل شيء. فمن هذه الرحمة أعطى الخلق ما يستحقون، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الرحمة الإلهية الرحمانية، هذا الاسم اسم خاص بالله تبارك وتعالى، معناه أنه واسع الرحمة، فتشمل رحمته الدنيوية الكافر والمؤمن على حد سواء. أما الرحيم فهو اسم عام لله تبارك وتعالى، ولكن مؤداه ومفاده خاص، فهو كثير الرحمة لمن يستحقها من المؤمنين في الدنيا أو في الآخرة. هذه الكلمة الرحيم مو خاصة بالله تبارك وتعالى، اسم عام، تقدرون تقولون أب رحيم، أم رحيم أو رحيمة، ما بي إشكال، بس واحد ما يقدر يقول أب رحمن أو أم رحمن، مو صحيح. فالفرق بينهما من هذه الجهة أن الرحمن واسع الرحمة للمؤمن والكافر فتختص بالدنيا، وهو اسم خاص لله تبارك وتعالى. والرحيم اسم عام يشمل الله، يمكن إطلاقه على الله تبارك وتعالى ويمكن إطلاقه على غير الله، ولكنه خاص بالمؤمنين هسه سواء في الدنيا أو في الآخرة. لاحظوا هذه الرواية
المروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: الرحمن اسم خاص من أسامي الله تبارك وتعالى لا يمكن إطلاقه على غيره لصفة عامة، يعني واسع الرحمة، صفة عامة مو خاص بجهة معينة. والرحيم اسم عام لصفة خاصة، الرحيم اسم عام، أب رحيم، أم رحيم، ملك رحيم، مولى رحيم، أي شيء ممكن إطلاقه عليه، ولكن لصفة خاصة في الله تبارك وتعالى، رحمته الرحيمية خاصة بالمؤمنين حصرا لا تشمل غيرهم. فهاتان صفتان للمبالغة بمعنى واسع الرحمة وكثير الرحمة، عاما الأول خاصا الثاني لمن يستحقها. طبعا أكو هنا مجموعة من التفاسير المتعددة لكبار العلماء في كتبهم التفسيرية متطرقين إلى الفوارق بينهما بتفصيل، إحنا أجملنا الكلام بهذا المقدار. سؤال: لماذا من بين أسماء الله تبارك وتعالى اللي تبلغ المئة، الأسماء الحسنى، أو مع الأوصاف تبلغ الألف كما في الجوشن الكبير اللي يقرأ في شهر رمضان بالخصوص وفي غيره من الشهور أيضا، لماذا تم اختيار هذين الاسمين؟ الله تبارك وتعالى ما قال قولوا في ابتداء كل عمل بسم الله الغفار الغفور، بسم الله الكريم المعطاء، بسم الله المنتقم الجبار المتكبر الخالق الرازق، ليش تأكيد على كلمة الرحمن والرحيم في مفتتح كل سورة بل في بداية كل عمل؟ أكو تأكيد شديد على هذين الاسمين، شنو السر في ذلك؟ هنالك أيضا مجموعة من الأسرار، هذه الأسرار كامنة في اختيار هذين الاسمين، منها احنا نذكر اثنين فقط. الهدف من الخلق شنو؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذا هو الغرض الأدنى. الغرض الأسمى شنو؟ الغرض النهائي، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلق العبادة ليرحمهم. الهدف الأسمى من الخلقة الرحمة، الطريق إلى الرحمة العبادة، لابد من جذب العباد إلى عبادة رب العباد. شلون تجذبهم؟ يجون طوعا وعن حب وعن رغبة، أفضل الطرق هو هذا الطريق، أن تعرف الله تبارك وتعالى بهذا الاسم. سائر الأسماء، هذه الأسماء على عظمتها وعلى أهميتها ما عندها القوة لجذب الناس. بسم الله الجبار المنتقم، هذا يري الجهة الأخرى لله تبارك وتعالى، تخوف الإنسان، يخاف من الجبار المتكبر المنتقم. الغفور أيضا كذلك، غفور يسلط الضوء على جانب السيئات المعاصي اللي الله تبارك وتعالى يغفرها للإنسان. حتى صفة الرازق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الصفة مع أن الإنسان عبيد الإحسان، الناس يبحثون عن من يحسن إليهم، من أحسن إليهم يتبعوا، مع ذلك هذه الصفة تجذب الناس ولكن بطمع، بطمع شيء معين. ما دام هذا الرزق موجود ربما
يسيرون نحو الهدف. إذا انقطع الرزق فلا، بخلاف الاسم الرحمن الرحيم، هذا اسم لله تبارك وتعالى، له من الجاذبية بحيث يجذب كل إنسان إليه. الهدف دعوة الناس إلى عبادة رب العباد، إلى عبادة الله تبارك وتعالى. كيف أجذبهم؟ بصفة يرغب إليها غالبا وعادة الناس، هذه الصفة هي الرحمانية والرحيمية. أنتم تشوفون الناس يرغبون إلى الفرد اللي عنده رقة، عنده عاطفة، عنده محبة، عنده رحمة، الناس يرغبون إليه، بخلاف القاسي الناس يبتعدون عنه، وإذا انضووا تحت جناحه ينضوون خوفا أو طمعا لا لشيء آخر. أما إذا ماكو أي علاقة بين فرد وفرد، بمجرد ما يشوف رحمته ينجذب إليه. ملك إذا كان رحيم، أبو إذا كان رحيم، أم إذا كانت رحيمة، الأستاذ، المعلم، مدير الشركة، إذا كان رقيق القلب، طيب المعاملة، حسن العشرة، يفيض رحمة وحبا وحنانا لأفراده، تلقائيا الناس بمجرد ما يلتقون به ينجذبون إليه. فمن أقوى الطرق وأفضلها لجذب العباد إلى الله تبارك وتعالى أن نعرفهم الله بأنه الرحمن والرحيم. هذا ربما يكون السر الأول في اختيار هذين الاسمين في مفتتح كل سورة بل لكل عمل. هذا أولا. وثانيا، لتركيز وتكريس صفة الرحمة في نفوس الناس. الله تبارك وتعالى يحب العباد الذين يرحم بعضهم بعضا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. خلق العباد ليرحمهم. أنت أيضا ارحم الآخرين. إذا ترحم الآخرين، الرجل يرحم زوجته، الزوجة ترحم الأولاد، المدير يرحم الموظف، الخاطئ يصفح عنه، يتجاوز عنه. الله تبارك وتعالى يرحم العباد. فكأن تكرار هذه الصفة الرحمن الرحيم يوميا على ألسنتنا، في الصلوات، في العبادات، في الأدعية، في المعاملات، في بداية كل عمل، حتى يكرس ويركز في لاوعي الإنسان أن يكون رحيما بالمؤمنين، يرحمهم. إذا حقيقة هذه الصفة الرحمة تكون في المجتمع، المجتمع يكون مجتمع سليم. أنتوا تلاحظون المجتمعات الإيمانية اللي يرحم بعضهم بعضا، هذه المجتمعات تتمتع براحة، بهدوء، باستقرار، بطمأنينة، بأمن وأمان، على خلاف المجتمعات التي يحكمها القوة، الانتقام، الضرب، الباطش وما أشبه ذلك. فهذه الحالة تولد حالة معاكسة بنفس القوة، فينتهي بهم إلى واد جحيم دنيوي من القتل والغارات والنهب وما أشبه ذلك. هذان وجهان لتكرار كلمة الرحمن والرحيم في كل عمل، في بداية كل عمل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بداية السورة بعد البسملة، طبعا البسملة آية من القرآن الكريم، آية مستقلة، ولكن مع الأسف هذه القرائن الجديدة المطبوعة حذفت هذا الترقيم من البسملة، فلا يعتبرون البسملة آية إلا في سورة الحمد. المرحوم الوالد رحمة الله عليه في تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان مغير هاي المعادلة، كل بسم الله الرحمن الرحيم مرقمة بالرقم واحد،
وبعد ذلك يجي الرقم الثاني، ولكن هذا مخالف للمتعارف في كل القرائن أو معظم القرائن المطبوعة. عمدوا إلى أعظم آية كما في مضمون الرواية، عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فحرفوها، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يعتبرونها جزء السورة إلا في سورة الحمد. على أي حال هذه أيضا نقطة بحاجة إلى تدقيق أكثر. الابتداء بعد البسملة بالحروف المقطعة، في كثير من السور القرآنية الابتداء بالحروف المقطعة، ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد ألف لام راء في سورة هود، الابتداء بهذه الحروف الثلاثة ألف لام راء. شنو السر في هذه الحروف المقطعة اللي ربما حوالي 30 سورة في القرآن الكريم ابتدأت من 114 سورة، 30 سورة ابتدأت بالحروف المقطعة، شنو السر في ذلك؟ شنو معنى هذه الحروف المقطعة؟ هنالك تفاسير عديدة ربما تبلغ 40 تفسيراً للحروف المقطعة، ذكره كبار المفسرين في مختلف التفاسير الموجودة، وكل أقام للمعنى اللي ذكره بعض الشواهد. احنا نقتصر على بعضها المتعارفة الموجودة في بعض التفاسير، وبعضها أيضا أكو شواهد عليها صريحة أو شبه الصريحة في الروايات الشريفة. التفسير الأول إن هذه الحروف رمز بين الله تبارك وتعالى وبين رسوله. شنو حدود هذا الرمز؟ ما نعرفه. هنالك رمز بين الله وبين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا الرمز لا يكشف عنه. ربما يأتي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ويكشف عن هذه الرموز بين الخالق والمخلوق الأشرف، وهو خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. بعض الروايات أشارت إلى بعض المعاني لهذه الحروف المقطعة من باب إحدى التفاسير. القرآن إلى بطون عديدة وإلى معاني عديدة، بعض الروايات تكشف عن بعض المعاني فبينت جانبا وكشفت جانبا من هذه الرموز التي هي بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وآله. الروايات بعضها مذكورة في كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، الشيخ الصدوق ذاكرها هم في معاني الأخبار هم في علل الشرايع هم في بعض الكتب الأخرى مثل هذه الكتب الموجودة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه. بعض الأفراد جايين باحثين سنداً في هذه الروايات الشريفة، قايلين سندها مثلا ضعيف. هذه المنهجية تضعيف الروايات في اللا اقتضائيات أو اللا إلزاميات، هذا منهج ربما لا يكون صحيحا. احنا عندنا اقتضائيات وعندنا إلزاميات، عندنا واجبات وعندنا محرمات، هذه الواجبات والمحرمات بحاجة إلى سند صحيح، الوثاقة الخبرية أو الوثاقة المخبرية نحتاج إلى ذلك. أما في غيره، في غير الإلزاميات في غير الاقتضائيات لا نحتاج إلى سند صحيح. إحنا ما نريد نثبت فرد حكم شرعي إلزامي على عهدة العباد حتى نقول شنو سند هذه الرواية، لا نحتاج إلى ذلك. بالإضافة إلى أن مثل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يذكر في علل الشرايع، يذكر في معاني الأخبار،
يذكر في عدة من كتبه، وهذا المقدار يكفي. شيخ جليل القدر كالشيخ الصدوق رضوان الله عليه يذكر في مختلف كتبه، هذا يغنينا عن السند أصلا، فلا نحتاج إلى بحث سندي. فمن تضافرها أو تعددها واعتماد المفسرين عليها يمكن الوثوق بصدور بعضها عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إحدى الروايات الشريفة تبين أن هذه الأسماء رموز وإشارات إلى الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، رمز للاسم الحسنى، الأسماء الحسنى. شوفوا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ألف لام راء في سورة هود، طبعا يفسر كل الحروف المقطعة في السور المتفرقة. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ألف لام راء معناه أنا الله الرؤوف. ألف يعني أنا، اللام يعني الله، الراء يعني الرؤوف. هذا الرمز إشارة إلى مجموعة من صفات الله تبارك وتعالى. في رواية أخرى في تفسير القمي، أيضا في كتب أخرى أيضا موجودة هذه الرواية، وقد وردت من مصادر العامة أيضا، يقول: ألف لام راء حرف من حروف اسم الله الأعظم المنقطع أو المقطع في القرآن. هذا إشارة إلى أسماء الله العظام، الاسم الأعظم، الاسم الأعظم الذي إذا ذكره الإنسان فدعا الله تبارك وتعالى استجاب له. هذا إشارة إلى ذلك الاسم الأعظم. شنو ذلك الاسم الأعظم؟ إحنا ما ندري. منو يدري؟ الرسول والإمام صلوات الله عليهم يدرون. شنو حقيقة هذا الاسم الأعظم؟ حرف من حروف الاسم الأعظم المنقطع في القرآن، فإذا ألفه الرسول أو الإمام فدعا به أجيب، استجاب الله تبارك وتعالى له بعد دعائه بهذه الحروف بعد تأليفها. هذا أيضا مما ذكر في بعض الروايات الشريفة، فهي رموز بين الله تبارك وتعالى لا نعرف حدودها، أو أشير إليها في بعض الروايات الشريفة بما ذكرناه أنها رمز وعلامة لأسام الله، أو أنها رمز وعلامة للاسم الأعظم، اللي نوعية تركيبة يكون بيد الإمام المعصوم أو رسول الله صلى الله عليه وآله لاستجابة الدعاء. أكو تفسير آخر أيضا، أكو أيضا عليه شواهد من الروايات ومن غير الروايات، أن هذه الرموز، هذه الحروف المقطعة، جيء بها في مقام التحدي مع المشركين. القرآن الكريم كتاب معجز، ما يقدرون يجيبون مثله. الرسول صلى الله عليه وآله تحداهم عدة مرات، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، جيبوا عشر سور، فأتوا بسورة من مثله، ما يقدرون يجيبون. يقول لهم بلسان: يا جماعة، هذا الكتاب اللي ما تقدرون تجيبون مثله، هذا مواد من المواد الموجودة بأيديكم، ألف لام ميم، هذه الحروف بأيديكم، ليش ما تقدرون تركبون هذه الحروف بطريقة معينة تكون معجزة حتى تكسرون، تقفون أمام هذا التحدي؟ الكتاب التكويني لله تبارك وتعالى هذا العالم كل إعجاز، الكتاب التشريعي أيضا يوازي الكتاب التكويني كل إعجاز. كتاب التكويني وين إعجاز؟ هذه المواد اللي الله تبارك وتعالى يصنع منها هذا الكون، من التراب يخرج الله تبارك وتعالى ملايين الأشكال من الألوان والورود والأزهار والجماد والحيوان والإنسان، هذا المواد بيدكم، جيبوا مثله. يا أيها الناس
ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالذباب هذا ذباب مخلوق من التراب، من هذا التراب أنتم شنو تقدرون تسوون؟ هذا المواد بأيديكم، اصنعوا منه شيئا لا يتمكنون أن يصنعوا. ألا يدل ذلك على الإعجاز؟ المادة بيدك، أنا أركبه بطريقة ما حد يقدر يركب مثله، في التكوين هكذا، في التشريع أيضا هكذا. الكتاب الكوني هذا العالم من أصغر ذرة إلى أكبر مجرة يتحدى كبار العلماء، تعالوا جيبوا مثله، جيبوا في الذباب صغير، سووا ذباب صغير ما يقدرون يسوون. الكتاب التشريعي وهو القرآن الكريم أيضا كذلك، هذه المواد بأيديكم، تعالوا جيبوا مثل القرآن. من قبل 1400 سنة إلى يومنا هذا ما قدروا يجيبون سورة واحدة مثل القرآن، كانت عندهم محاولات فاشلة ومضحكة جدا. واحد بعض الأحيان يقرأ بعض السور اللي مؤلف فيها صدق يضحك من أعماق قلبه، يضحك على هذه التركيبة العجيبة. لاحظوا هذه الرواية عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، يقول يا محمد هذا الكتاب الذي أنزلته إليك هو الحروف المقطعة التي منها ألف ولام وميم، هو بلغتكم وحروف هجائكم. هاي بلغتكم، هاي بحروف هجاكم، جيبوا مثله، لا تستطيعون ذلك. فهذا يدل على أنه إعجاز من قبل الله تبارك وتعالى. هنالك وجوه أخرى للانتباه، انتباه السامعين وما أشبه ذلك مما هو مذكور في المفصلات، اللي يريد يراجع خلي يراجع هذه التفاسير المتداولة التي ذكرت بعض المعاني والتفاسير للحروف المقطعة. ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.